نرحب بكم في برنامج درس الحياة، واليوم مع الأخ كمران العزيز. في مثل كل مرة نتكلم في درس الحياة من كلام الرب ونتشارك معكم الأمور الجيدة التي في حياتنا. لا نريد الكلام فقط، لأن الكلام الجميل سمعناه كثيرا، ولكن الكلام الجيد يعمل بصورة جيدة في حياتنا ويدفعنا إلى الطريق الصحيح، وهذا هو هدفنا. مرحبا كمران، تفضل بالكلام. شكرا، وأنا سعيد جدا. شكرا. أنت تتحدث في كلامك كثيرا أن الله أبانا، وهذا الأمر جيد فيك. نريد منك أن تشاركنا هذا الأمر وتوضح لنا كيف الرب وضح لك هذا الأمر. في البداية، ما معنى أن الله أبانا؟ وما هي قولنا الله أبانا؟ الله هو الله، لماذا ندعوه أبانا؟ لماذا نتعلق بكلمة أن الله أبانا؟ نحن الإيرانيين تربينا وسط أب وأم، ونتألم على ناس لم يملكوا أب أو أم، ونقول عنهم يتامى، أولاد دار أيتام، ونتأسف. نعم. أو بعض الناس يتبنوا أطفالا من دار الأيتام ونسميهم أولاد دار الأيتام. ولكن في هذا الوقت الكلام يختلف عما في الماضي بشكل كبير. مثلا هذا الولد من دار الأيتام، ولكن في نظري الشخصي نحن أيضا نملك الأب والأم، ولكن لو لم يتواجد الله في قلوبنا فنحن أيتام. قصدي هو أنه الأولاد اليتامى ليسوا سيئين. إذن أين أباهم؟ أين الأب؟ لا أعرف أين. فالولد اليتيم لم يرى أبويه ولم يتمتع بمحبته، ولكن في هذا الدنيا والده موجود. اليتيم في الماضي كان عنده أب وأم، والآن هم متوفين أو مفقودين، والرب الإله كذلك، نحن منه وليس لأجل أن نكون ببأس وأوجاع. وبالتالي يظهر الرب في عيوننا، وبالتالي نصل لمكان نترك فيه الرب ونقول أن الرب غير موجود. كيف يمكن للرب أن يتواجد في قلوبنا؟ هذا صعب جدا، بل مستحيل. ولكن عندما ننظر إلى قلوبنا، لا، فالرب موجود ولكننا نعاني. تكلمت مع الإيرانيين والكثير منهم يطلبون مني ترك هذا الموضوع. مثلا اليتيم في دار الأيتام يقول: لو كان لدي أب أو أم لما تركوني في دار الأيتام؟ لماذا تركوني في دار الأيتام؟ نعم، ويقولون أيضا: لا أريد أن أعرفهم ولا أسمح تدخلهم بشيء. أحسنت، الرب كذلك، لأننا نعاند. نحن جميعا أولاده. تستطيع أن تكون مسيحيا وتملك في قلبك المسيح، ولكنك لا تعرف الرب الإله، الرب الأبوة، لا تعرفها. ففي هذه الحالة كلنا في دار الأيتام. وما معنى ذلك أنك يتيم؟ وماذا يحدث؟ في الحالة الاعتيادية الأيتام يبحثون عن الطعام ولا يقدرون إطعام أحد. وإذا نشأ أحد في دار الأيتام وليس له محبة، وبعد فترة تزوج، مسكين لم يزق طعم المحبة في الماضي، كيف يقدم المحبة لأولاده؟ في تصوره هو يعطي المحبة، هل هي المحبة؟ يخرج صباحا ومئات المشاكل موجودة ليجلب الخبز للبيت، وعند رجوعه للبيت ليلا يكون عصبيا، والأولاد والزوجة يخافون منه، وليس له ذنب في ذلك، لم يكن لديه ذنب. نحن أيضا عدم معرفتنا بالأب يجعلنا أيتاما، ولهذا أقول هذا الشيء مهم. ولشدة غضبهم يرفضوننا ولا يقبلون معرفتنا ولا معرفة الرب الإله. يقولون: إذا كان الرب موجودا حقا لجاء وخلصنا. أنا أتحدث عن الأشخاص المتطرفين وبعض المسلمين المتشددين، ويقولون: استغفر الله، ما هذا الكلام؟ نعم، عليك أن تكون جيدا، فهذا هو الرب، هو نور وليس أب. نعم، الناس مثل هؤلاء هم الأيتام، وأنا مسيحي أيضا. إذا لم يتواجد في قلبي السلام واللطف والتواضع بدون هذه الأمور فأنا يتيم. صحيح، يتيم في قلبي وفي روحي. كلام جميل. أنت فسرت البؤس واليأس الموجود في روح الإنسان. وصورة أخرى، شخص أتى لك ويقول: والدك أرسلني إليك، والدك الذي لم تراه، والدك قاس جدا. وهذا الشخص أحسنت. المرسل يقول: إذا أخطأت في عملك أحسنت. وفي ذلك الوقت أنا الذي سأعاقبك وليس والدك. أحسنت.
تصور إذا كان المرسل الوالد هكذا، فما حال الأب نفسه؟ ونتيجة ذلك هذا المرسل بدلا أن يقوده إلى الأب، ولأنه مرسل من الأب، وبذلك وضح مدى قساوة الأب. فتقول أنت لا أريدك ولا أريد الأب، فأكثر الناس في إيران إذا كان المرسل هكذا لا نريدك ولا نريد والدك، على الرغم أننا يتيم ولكن في قلبي أب جيد. وإذا تصورته في فكري أفضل من هذا المرسل ووالده، ونتيجة لهذا نرفض مثل هؤلاء المرسلين، لأن ما موجود في فكرنا أفضل بكثير من هؤلاء، والصورة الجيدة في أفكارنا نقدمها للآخرين أفضل مما موجود في فكرهم. ويقول أريد أن أعرفكم على الأب، أن أصالحك مع الأب، فهو يحبك، فهو أباك، فهو النائب الحقيقي للأب، وأنت يا كمران المرسل الصحيح من الأب، فأنت لست مرسلا متعصب، ذلك المرسل الذي تقول عنه من دار الأيتام، أنت المرسل الذي لا تقول لنا أنك من دار الأيتام، أنت لديك أب، أنت لست وحيدا، لديك رب محب مثل والدك، إنه يعشقك، اسمح لي أن أعرفك عليه، يريد أن يتحد معك، أنت يا كمران ذلك المرسل الذي ستسعى لتوضيح هذا العلاقة بيننا وبين الأب. إذا كانت سهلة بهذا الشكل فلتصحيح بسرعة. نعم. هل تعلم مدى حلاوة كلامه؟ ليس الناس فقط تقبل كلامنا، بل يضعونه في قلوبهم ويفكرون به وينتظرون مجيء الرب ويتساءلون كيف يأتي الرب. نعم. هل يأتي بعظمته؟ الرب يأتي لقلبك ويتكلم معك بهدوء ويفتح عينيك لترى الرب في كل مكان، لترى محبته، ولكن في البداية يأخذ وقتا لشفاء قلبك. في البداية يشفي قلبك، لنفرض أن شخصا ما قلبه مريض أو يده مجروحة، نعم، حتى وإن كان لديه مدرب جيد، فالمدرب لا يقول له تعال بيدك المجروحة وعلمك فن الكاراتيه لتشفي قلبك، بل يقول لك اترك كل شيء لنعالج يدك في البداية. ماذا؟ تعفنت يدك؟ هذا ليس ذنبك. كذلك القلب يتعفن لعدم وجود المحبة، فكيف يتعفن؟ فالشر الموجود في الخارج يجرح القلب، وإبليس يستغل هذا الجرح فيعمل مثل الجراثيم، وصوته في قلبك يقول هل رأيت هذا الشخص ما فعل بك؟ فعندما توافق على كلامه بكلمة نعم، يبدأ إبليس بالعمل مثل الجرثومة. فعندما تذهب إلى الطبيب لا يلطمك ويقول لك لماذا تعفنت يدك، فترد أنت أنا لم أرد أن تتعفن، وتقول للطبيب إن كنت طبيبا جيدا هذا الأمر ليس بيدي، لا تلومني، أريد فقط أن تعالجني، الرب هو الطبيب الجيد، لا يلطمنا ولا يحاكمنا ولا يقول لنا إن قلبك ليس نظيف أو به خطايا كثيرة. ولهذا السبب في أيام المسيح على الأرض كان الناس المرضى والمخطئين هم المحيطين بالمسيح، لأنه كان لا يحكم على أحد. قلبي كان ينكسر عند تواجدي في إيران وحتى عندما كنت مسلما. عفوا قبل هذا أريد أن أتكلم ببساطة، أريد أن أتكلم هنا وليس خلف شاشة التلفاز. فمثلا في السابق يقال على تلك المرأة عملها غير لائق، فاحشة، ولكني أفكر أن قلبي هو الذي فاحش، إني أقول للغير أنت خراب. إذا هناك شخص باع جسده من أجل المال هذا ليس خراب، ولكن قلبي أنا خراب لأنني أتهم غيري. صحيح. فالقلب هو الذي يبيع نفسه. هل فهمتم قصدي؟ كل الذين كانوا حول المسيح تغير سلوكهم، كانوا خراب. نعم. مثل صحيح. مريم المجدلية، فالمسيح ما كان يحكم عليهم، بل محبة المسيح أحسن. هي التي غيرت حياتهم، لم يغيرهم بالحكم، بل كان يشفيهم. لم يقل لأحد أنت زاني أو خاطئ، بل أنتم أولادي. نقول للناس لا تدمروا حياة الآخرين، لماذا تخاف وتنتبه على حياة قريبك بينما تقوم بتدمير حياة غيرك؟ أحسن. لا تؤذوا جسدكم، أنا لا أدينكم، بل يشفيكم، بل تعالوا لي مثل أنا الطبيب. أشفيكم مثل الطبيب. نعم. قد أقول لا تفعل هذا، لدي شيء أفضل من ذلك لك. أحسن. وأنا لا أعاندك، بل أقول لك يا ابني يا ابنتي لا تعمل كذا وكذا،
لأن لدي شيء أفضل لك. أحسنت، هذا هو الرب، فقليلا قليلا نقترب منه، وقد يأخذ هذا وقتا. ونحن نقول يا رب نعطيك قلبنا، نحن المسيحيين نقول إن المسيح جاء على الأرض مثل الملك الذي ارتدى ملابس الفقراء وجاء إلى مملكته وإلى دياره، ولكن عدد كبير من الناس لم يعرفه بسبب ملابسه الفقيرة، ولكن في داخل هذه الملابس الفقيرة ملك عظيم. نعم. هل الملك حينما يلبس ملابس الفقراء يجهل ما يفعل؟ وهل من المعقول الرب خالق الكون نفسه ينزل ويتمشى على الأرض؟ ولكن في الحقيقة إن بعض الناس يقولون استغفر الله، الرب مكانه في السماء وليس على الأرض. فلنفرض أن الرب جاء مد يده وسلم على كل الإيرانيين والمسلمين، فبالمقابل يقولون هل من الممكن أن يسلم الرب علينا؟ استغفر الله، الرب يسلم علينا؟ فهل تتوقع أن الرب لا يستطيع ذلك؟ هل تتوقع أن الرب ليس لديه العلم أو القدرة بأن يأتي ويتجول في الأرض؟ فنحن متشددين جدا ونتساءل أين نجد الرب؟ نجد الرب في ضحك الطفل، في بسمة شخص محب، في أي مكان، وقد يكون بجوارك وأنت في المطعم. نعم، هنا أريد أن أوضح لكم شيئا. عندما نقول أن الرب جاء وتجسد على الأرض، فهل الرب لا يستطيع ذلك؟ فالرب يستطيع أن يعمل كل شيء، والمحبة تستطيع أن تعمل كل شيء. فالمحبة تستطيع أن تجعل من الأب أن يسقط إلى الأرض ويلعب مع طفله، فهذا الشيء ممكن لأن المحبة تعمل كل شيء. فقط أريد أن أعود وأوضح لكم سوء التفاهم. فعندما نقول أن الرب تجسد وروح الرب حلت في المسيح، هذا لا يعني أننا نجعل من الرب محدودا. فالناس تقول أنكم تجعلون الرب محدودا في الجسد، فأنا أرد عليكم كلا، فكلام الرب يقول أن الرب موجود في كل وقت وفي كل مكان، وهو الذي قام بهذا العمل. فهذا لا يعني أن وجود الرب في الجسد المسيح إنه غير موجود في مكان آخر، وأننا لا نستطيع أن نجده في غير مكان. فالرب هو روح موجود في كل مكان، فهل من الممكن أن يكون غير موجودا ولا يسكن في داخلي؟ الرب يستطيع، فكلام الرب يقول أنه يستطيع أن يكون في داخلي، فلا يقدر أن يتجسد في المسيح فقط. فهل لا تستطيع روح الرب أن تتجسد وتنزل إلى الأرض وتعمل المحبة للآخرين؟ فالإنسان لا يستطيع أن يتعلم بالكلام، حتى إذا أردت أن تقول له أن تحب الناس، أن سامح الناس. فالرب هو الذي تجسد وأخذ صورة الإنسان وجاء للأرض وقدم المحبة والمسامحة. نحن نتعلم من الرب. إذا قلت أن الرب لا يقدر أن يتجسد، معنى ذلك آلهك هو صغير بحيث لا يقدر أن يقدم محبة، ولكن بسبب محبته العظيمة الرب يستطيع أن يعمل أي شيء. وأنتم الذين ترفضون فكرة التجسد، فربكم لا يقدر أن يقدم المحبة ويتجسد. ولكن بالحقيقة نحن لا نجعل الله محدودا. نرى كل الأشياء بصورة معكوسة. إذا جاء الرب بصورة إنسان وتجسد، معنى ذلك أنه كان كبيرا وأصبح صغيرا؟ نعم. لكن أقول لكم لا، أصبح كبيرا. نعم، أصبح كبيرا. هذا هو التواضع. أحسنت، تواضع. التواضع هي العظمة. بالأمس شعرت أن الرب يقول لي أحبك بشدة. فبالبداية شعرت أن الرب يقول لي تخيل أنك ترى صورة جميلة أمامك. وفي الوقت نفسه قال لي الرب أنا أجمل من أي صورة جميلة، فهل تتخيل مقدار جمال أعمالي؟ فالرب صانع الجمال، فهل تفهم كم أعمال جميلة؟ وقال الرب أيضا أنا أعطيتكم أصواتا جميلة، هل تتخيلون جمال صوتي؟ لأن هذا الصوت الجميل من الرب، وهو خالق الصوت، ولهذا صوت الرب أجمل من كل الأصوات. فالرب من يتحدث، وجمال صوته تملأ أجسادنا بالمحبة. فمثلا عندما نرى شخصا ما بعد طول الفراق نفقد الوعي من شدة فرحنا بلقائه، هذا دليل المحبة والعشق. وأعتقد نحن أيضا عند سماعنا لصوت الرب الجميل قد نفقد الوعي. هذا هو الرب، والرب قال لي بسببك أنت تشوهت جمالي وتشوهت صورتي أكثر وأكثر. ما معنى ذلك؟ نعم. قال لي الرب على الصليب لأجلك أنت تشوهت صورتي لتصبح أنت جميلا. هذا هو ربنا،
والناس تقول من أنت لتقول أن الرب تشوه وأنتم صغرتم الرب وصلبتموه؟ لا، الرب كبير وبين عظمته بتواضعه، ولأجل ذلك مكتوب بالإنجيل. أغلب الناس تتكلم عن هذا الموضوع وتقول أنه حماقة فارغة، والإنجيل يذكر لنا أنه حتى تلك الأشياء الحمقاء والفارغة الصغيرة ممكن أن يستخدمها الرب وبها يبين عظمته. ومنذ القدم يقال أن العظمة هي امتلاك الشخص والسيارة والملابس الراقية والساعة الجميلة. هذه ليست عظمة، فالكبرياء موجود في داخل الإنسان. نحن لا نصغر الرب، نحن نعظم الرب أمام الناس عندما نقول لهم. من الممكن أن تكون صريحا مع الرب، فهذا لا يعني أننا صغرنا الرب، بل الرب كبير. وهؤلاء الناس الذين يقولون أن الرب عظيم ولا تستطيع أن تقترب منه، هؤلاء هم الذين يصغرون الرب. فالناس تقول أن الرب قدوس ولا يمكن لأحد أن يقترب منه، هم يصغرون الرب، نحن نكبر الرب. جميل جدا، عظيم. تلك الكلمات تحطم الحواجز الموجودة في أفكارنا لنصبح أحرارا، وبعدما يتحطم هذه الجدار نرى الرب الحقيقي بوضوح. فهذا الحواجز تعمل جدار بيننا وبين الرب، والجدار هو تلك الأفكار التي تعلمناها بالصغر. فالناس العاديين تقول نحن لنا الرب، لكن لماذا نشعر بهذا الفراغ في قلوبنا؟ ويتساءلون لماذا أيضا لا نشعر بوجوده، ولماذا حياتنا محدودة، ولماذا يائسين ومكتئبين؟ بسبب قيود الفكر. ولكن عندما تنكسر تلك الحواجز نرى بعدها الرب، وهذا الحواجز تعمل فاصل بيننا وبين الرب. ولكن عندما تنكسر هذا الحواجز أحسن. وأكبر حاجز هو بين الإنسان الخاطئ والرب القدوس أحسن. بين الأرض والسماء يوجد حاجز كبير، والرب كسر هذا الحاجز وترك السماء وجاء إلى الأرض بسبب محبته لنا أحسن. لكي يحتضننا ويعطي لنا الشفاء ويغيرنا ويطهرنا ويجعلنا نعيش حياة الطهارة، ويعطي لنا شخصية جيدة لكي نسامح أنفسنا ونحب غيرنا. تلك هي الحرية، والرب يقول سامحوا أعدائكم، هذا ليس ضعف بل قوة. أحسنت. وعندما يطلب منا الرب أن نسامح أعدائنا، ألا يقدر أحسنت. الرب أن يسامحنا؟ أحسنت. آمين. إذن هذا كله لأن الأب، وأريد أن أحدثكم عمليا كيف أن الرب يكون أب. نحن معتادين أن نقول أننا عبيد الرب ونتصور أن هذا مهم. غرضنا صحيح، نحن فعلا عبيدين الرب. وأنت يا كامران تتحدث دائما عن الرب، لأن الكل يتحدثون عن الرب. هذا الملاك صاحب الكل يريد أن يكون أبانا. أريد أن أقول لكم مثلا في هذا الحياة، عندما يوجد شخص في مكان ما، هذا معناه أن له أب. كيف لنا أن نجرب هذا الشيء؟ ماذا نفعل بكلامك الجميل بحيث لن نخرج من الموضوع خارجا؟ أحسنت. ولا نكتفي بالقول أن الكلام الجميل أن يكون الرب أبانا. أحسنت. علينا أن نلمس هذا الشيء ليدخل قلوبنا ويغير حياتنا، وليس بالكلام. فيجب أن نلمس محبة الرب، فكلمات المحبة لا تفيدنا بشيء، علينا أن نلمسه. أكثر المسيحيين يذكرون عن الولادة الثانية born again. ما معنى born again؟ يعني الولادة من جديد. فالإنجيل يذكر أن أحد معلمي الشريعة فريسي جاء ليلا إلى المسيح وتكلم مع المسيح وكان خائف. اسم هذا المعلم نيكوديموس. فكان يخاف أن يراه أحد، وهو ذاهب إلى المسيح. سأل المسيح سؤال ماذا أعمل، والمسيح رد عليه بجواب مختلف. أريد أن أقول لكم شيئا، أنا في أكثر الأوقات أسأل الرب عن شيء فيرد علي بشيء مختلف بجواب يغير اتجاهي. مثلا تقول الرب أنا عصبي، قل لي شيئا، فجواب الرب لي صلي لأجل العصبية، وأنا أقول له ما علاقة الصلاة بالعصبية؟ هذه إحدى الإجابات التي أجابها المسيح لنيكوديموس. فالمسيح قال له إذا لم تولد من جديد لن ترى ملكوت الله. نعم، أما صحيح. إذا اعتمدت على أعمالك الجيدة اعمل، وحتى إذا أردت أن تصبح أفضل إنسان من العالم بكل تلك الأشياء لن تدخل ملكوت الله إن لم تولد من جديد. أخي هيرمس، ذكرت في السابق هناك حواجز بيننا وبين الرب، مثل تلك الحواجز هي الخطية التي جعلت كلا من آدم وحواء ينفصلون عن الرب.
المسيح كسر تلك الجدار، ولكن عمل المسيح لم ينتهي هنا بل ابتدأ، وهو يقول لنا الآن تستطيعون أن تحصلوا على الولادة الجديدة، وعندما يأتي الروح القدس إلى داخلكم يمنحكم الولادة الجديدة. فاليوم الذي حدث لي هذا الشيء، بدأت أنظر إلى السماء والرب شاهد، فرأيت السماء جميلة في عينيه، لم أرى هذا الشيء من قبل. حينها كنت في الكنيسة وحدث هذا الشيء معي، ركعت على الأرض والسجادة كانت جميلة جدا، قلت يا رب هذه السجادة جميلة جدا لم أرها من قبل. وبعدها خرجت خارجا ورأيت المطر وقلت كم هو جميل، لأنني بالحقيقة لا أحب المطر، بالسابق كنت أكتئب من المطر. ماذا حدث؟ إنها الولادة الجديدة. عندما حصلت عليها في ذلك الوقت لم أكن أعرف الإنجيل ولم أقرأ سوى ورقة أو ورقتين، لم أعرف أبدا بالولادة الجديدة. نعم. ولكن حقيقة ولدت من جديد، والإله الأب حقا جاء، ولكن نعم. لم أعرف ذلك بعد، لأنني لم أكن أعرفه، بل أعرف المسيح، وللآن ولمدة 13 سنة لازلت أتعرف نعم. على المسيح. هذا جيد. أهالينا الأرضيين أصبحوا أبا وأما، وبولادتهم أحسنت. لنا في الحياة نعرف أن كل أب هو أب، هذه هي التسمية الجسد، ولكن بالتسمية الروحية إذا الرب يريد أن يكون لنا أبا فعليه أن يعطينا الولادة الجديدة من الرب، ونحن لا نولد رغما عن نفسنا. فمثلا الطفل لا يولد تحت ضغط من نفسه، الرب هو الذي يخلقه ويعطيه الحياة، ولكن الرب هنا يطلب منه شيء في الإنجيل. ففي كتاب يوحنا الآية 12، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا لكي يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه الذي ولدوا ليس من الدم ولا من مشيئة الجسد ومن مشيئة الرجل بل من الله. بمعنى كل من يؤمن باسمه، كل شخص بدون تمييز، لا نقول إن شاء الله أو ممكن أن يكون أو يستطيع أو هذا يستحق، بل كل شخص يؤمن باسمه المسيح يعطيه هذه القوة ليكون ابنا لله. في الآية 13 يقول ليس بدم ولحم مثل ولادة الجسد ولا من شهوة الجسد ولا من مشيئة رجل بل من الله، الولادة من الرب. آمين. اليوم الدعوة الرب تقول تعال، وأنت تقول ماذا أفعل، والرب يقول أعطيك ولادة جديدة، ولدك من جديد، والشخص يقول للرب أنا مولود مرة واحدة، ولكن الرب يريد الولادة من القلب. أحسن. نعم ولدت من الجسد، ولكن الآن عليك أن تولد من الروح والقلب. أحسن. والمسيح يقول أي شخص، أنا أحب هذه الكلمة، أي شخص فهو لا يترك أحد بل يعطي الولادة للجميع. عندما نولد من جديد هنا فقط نرى أحسن. الغيوم والزهور جميلة، كل هذا بسبب أحسن. الولادة الجديدة، فنرى العالم بعيون جديدة ونرى الرب بعين جديد. أعزائي في تلك اللحظة أنتم تولدون فيها بالروح، وتنفتح عيونكم وترون العالم أجمل والبشر أجمل والزهور والغيوم والمطر كلها جميلة، وترفعون عيونكم إلى الرب وتقولون هذا جمال الرب، إني أنظر إلى الرب بعين جديدة. هذه هي دعوة الرب لك أخي، أنت حصلت عليها فقدمها للغير. كيف ممكن ذلك؟ عندما كنا مسلمين في السابق كنا نقول أن الرب أقدس من كل شيء، ونحن في المسيحية نقبل هذا الأمر، ومرة أخرى نقول نحن لم نصغر الرب بل نكبره. نعم نحن لم نقل أنه صغير ونحن كبرناه في مكان تواضع الرب، وتلك الأعمال التي عملها لنا بسبب ذلك وليس بسبب قوة أعمالنا التي عملناها نحن. فالطفل الصغير ماذا توقع منه أن يقدم عملا لوالده؟ مثلا الطفل يقول بابا جلبت لك كوب شاي، فإذا كان لون الشاي خفيف وبدل السكر وضع ملحا، نرى والده يشرب الشاي ويقول له كم هو طيب، ونحن أيضا وضعنا الملح بدل السكر في الشاي وقدمناه للأب. فماذا عمل الأب؟ فالرب على الرغم من ذلك نقي وطاهر، ومع كل العمل الذي عمله آدم وحواء الذي بنى الجدار، كيف يمكن أن يقدسنا؟ علينا أن ننظف كي يأتي. أحسنت الرب. هذا صحيح. دم المسيح هو الذي يطهرنا ويقول أنا أعطيكم ولادة جديدة وأنا أطهر خطاياكم. في ذلك الوقت الرب يأتي ويسكن في قلبك، هذه هي الولادة الجديدة. آمين. والآن حان الوقت لكلماتك الحلوة واللذيذة لكي ندعي الأحباء ونصلي لهم. أكثرهم شاهد البرنامج، وهذه رسالة الحب قرأتموها من قبل الرب، أي كتاب الإنجيل، وبعضكم لم يقرأها بل سمعها، ولكن اليوم نريد الولادة الجديدة.
أنا أريد أن يكون الأب هو أبي. أريد أن أرى الدنيا بعيون جديدة وأن يكون لدي علاقة جديدة مع الرب ومع الآخرين. فماذا أفعل؟ أريدك أن تدعي الأحباء وترشد الآخرين إلى طريق الولادة الجديدة. أن سمعوا ماذا عليهم أن يفعلوا، أنت أرشدهم الآن. أنا أرشد، أتكلم. إذا لمس قلبكم افعلوا ذلك، وبعد ذلك أطلب منكم أن ترشدوا أنفسكم بقوة الروح القدس، من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير. ومن المؤكد أنه قد مرت عليكم تجارب كثيرة ممكن بها أن ترشدوا قلوبكم. فالرب فاتح الباب ويعلن الباب مفتوحا للكل. ادخل أنت من هذا الباب، والآن أنت تدخل بقدمك اليمنى أو اليسرى، أو تقفز أو تتمايل أو تنحني أو تنقلب كيفما تريد بدون أي شريعة أو قانون، على طريقتك. نعم. هذا الشيء هو الموضوع على قلبي، وهذه هي صلاتي، فأريد أن أشارككم صلاتي. أحسنت. صلاتك حددها أنت. أتذكر كلام أخي جيدا، الإيرانيين يقولون كيف أصلي؟ مثل الطفل الصغير، أول كلامه هكذا كاغا جوجو، كلمة بابا لا يقول. هذه أول كلمات تخرج من فم الطفل، ما هذه حتى بابا لا يقول، كاكا غاغا كوكو، حتى كلمة بابا لا يقول. ولكن والده يفرحون بتلك الكلمات ويقولون أوه طفلنا يتكلم، لم يقل جملا كبيرة فقط كلمتين. وهكذا هو الرب يقول لنا، أنتم عرفتموني كأب، وطفلي يتكلم، إذا تكلم ما في قلبك. بكل بساطة أنا أتكلم ما في قلبي منذ 13 سنة مضت. كنت أصلي، قلت يا يسوع، لأني كنت أسمع أن صلاة المسيحية هكذا، صلاة مختلفة. فالمختلف هنا في أمريكا، يا يسوع أنت رب الأرباب، أنت الهنا. أنا في قلبي قلت أن صلاتي ستكون مختلفة وبسيطة، هذه هي صلاتي. عندما كنت مسلما في السابق قلت يا يسوع، يقولون أنك ابن الله، لكنني لا أقبل بذلك. إذا كنت فعلا ابن الله أعطيك قلبي وأدخل أنت فيه. وقلت يا يسوع أني لا أصدق أنك تغفر خطاياي وتغسلها، فإذا كنت تقدر أن تغسل خطاياي أرجوك أغسل جميع خطاياي وأعطني روح الرب. وقلت يا يسوع، إذا كان حقيقيا كما يقال أن الأب هو أباك وأنت ابنه، فأنا لا أفهم هذا الأمر، إن الله لديه ابن والابن لديه أب، إذا كانت كل تلك الأشياء حقيقية، وإذا كنت تستطيع أن تبني هذه العلاقة بيني وبين الأب، سوف أكتب جميع اختيارات حياتي وأختمها وأضعها في يدك. هذه كانت صلاتي. أنتم أيضا لتكن صلاتكم أنتم. فاليوم تكلمنا عن أبوية الأب لنا، كما هو معلوم سواء كان لي أب أو أم أو لم يكن لدي، فقلبي يتيم. أضع قلبي اليتيم هذا لخدمتك، أعمل أي شيء، لأنك أخذت كل خطاياي يا يسوع المسيح. مهما حاول إبليس منعي أو تشويشي بالصلاة ويقول أن الله سوف يعاقبك، يا يسوع أسألك ألا تجعلني أسمع صوت إبليس. يا يسوع ادخل قلبي واغفر خطاياي، اقبل قلبي وضع روحك في قلبي. أنا في الحقيقة لا أخاف من غضب ذلك الإله الذي علمته في السابق، لأنني الآن لدي الإله العظيم خالق الكل المحب لي، أعتمد عليه وأضع روحي وقلبي في عهده لأتبارك وأولد من جديد. لا تخافوا، أقول لكم لا تخافوا من شيء، لا تخافوا. آمين. الدعوة جميلة جدا، وأصلي أن تقبل هذه الدعوة، وبلسانك أنت صلي والرب يأتي لك. افتح قلبك للرب واطلب حتى يعطيك، لأنه قال اطلبوا وأعطيكم، إن أردتم ذلك فبكلماتك الخاصة صلي وهو يعطيك بالتأكيد. آمين.